متابعي مباشر من مصر، اهلا بكم في لايف جديد. موجودين النهارده في محافظه الدقهليه وعند ام حمدي، اشهر حد بيبيع سمك هنا وارخص انواع السمك كمان. سمعنا ان عندها سمك ب 40 جنيه، الكلام ده صحيح ولا ايه؟ ب 40 وب 50. طب ورينا كده الحاجات اللي عندك، ورينا كده، قول لنا السمك ده الحجم ده ما شاء الله ب 80. ورينا كده شكل السمكه كده وحجمها. السمك الصبح بقى بيبان ازاي يا حاج؟ عينها رايقه. والبوري البوري ب 100 جنيه. طيب كملي لنا كده، ورينا كده. شفت 70 يا محمد؟ 70 اهو. سمك مبطن. ورينا سمك اربعات خمسات في الكيلو. بيحب السمك المقلي محير. ده بكام؟ سمك ده ب70. ورينا كده البطروخه فيها اي، كلها فيها بطروخ؟ ورينا كل السمك. انت واقف مع الحاجه بقالك كام سنه؟ انا من قد عمري كده 24 سنه. من وانت صغير؟ 70 و80. وده يا حاجه بكام؟ السمك ده بكام؟ طالعه مليونيه ولا ايه؟ ده بكام؟ ده ب60. ايوه السمك كله فصل واحد. ايوه السمك كله فصل واحد، بس بيفرق الاحجام. بتجيبوا السمك ده بقى منين؟ من طريق بورسعيد. جميل. امال البور بقى الحجم اللي هو اكبر شويه ده؟ البور ده بتاع مين؟ بتاع مين؟ ده انا مركب الغلابه سمين هنا. انا كنت عايزه من اللي انت قلته. ورينا بقى البور. ورينا البور. البور ده بكام؟ كيلو ب 120. مبطرخه دي ولا مش موسم؟ ده بكام؟ ايوه. امال بقى السمك الصغير ده بكام يا حاج؟ ده ب70. السمك الصغير يا حاج، السمك الصغير ده بكام؟ ده ب50. ب50. مفيش، ما عادش في سمك. الناس بتبيع سمك ب50 و40. ورينا اللي ب40 ده بقى. سمك جوابي، سمك بحر. ده سمك جاي من البحر. سمك جوابي مبطرخ برضه. دي للناس اللي بتحب التسالي كده والايه؟ بتاع الغلابة. ايوه بس جميل والله. الله ينور. والبياض ب 120. البياض بقى الناس بتحبه وبتاخده كده ولا ليه اكله معينه؟ بياض مقلي، مشوي، صواني، حسب الحاجه الحلوه حسب ما البق يحب. ايوه تعمل اي حاجه. جميل. امال الجمبري بكام بقى؟ ده 450. 30 40 حبه في الكيلو. مفيش جمبري صغير؟ جاي اهو. في شاركوزي جاي بس العربيه على وصول. بيبقى سعره كام بقى؟ هو جاي النهارده ب 170 وانا هبيع ب 70. في كابوريا جاي وصل. انا ب80 عند ابو حمد. ده ارخص جمبري في مصر؟ حاجات دي باذن الله. وعندي جمبري ب 300 وصل. برضه. وفي 480. ورينا بقى يا حاج برضه التجهيز بقى والشوي والحاجات. ده هنا بقى ايه؟ ده هنا بقى شكل التجهيز بقى. بيعملوا الخلطه المقلي. ايوه خلطه المقلي بقى عباره عن ايه يا حاجه؟ بقى مش كل حاجه بقى، يعني اقعدي بقى كل حاجه ونقول احنا هنشتغل ازاي. لا بقى عادي، لازم مره تضحكي عليا. ايوه ايوه قولي قولي الخلطه بتتعمل ازاي. كل حاجه جزر. كل البهار ده زيت ولا ايوه جزر وبهار. ايوه وايه تاني؟ بقدونس. التشكيله بقى. ايوه كمون. سر المهنه. سر المهنه عصير البرتقال صح؟ عصير جوبر. ايوه غششنا الناس كل حاجة. كل حاجة يعمل، واللي عايز يعمل في البيت والشاطرة تعمل. الشاطرة تعمل. هيجي زي بتاع أم حمدي؟ لا مش هيجي. مش هيجي؟ طب تعالى ورينا كده السمك كده وهنا. طلع كده الشباب بيتنضف. لسه شويتوا حاجة ولا لسه احنا الصبح؟ لا لسه هنبدأ. ورينا كده ده بيتشوي. الشوي بقى الكيلو بكام؟ 15. تشوي الكيلو ب 15 جنيه.
ده في ناس بتشوف ب20 ده شكل السنجاري اللهم بارك. لا لسه شويه صار مطلع فوق. واللي هناك ده مشوي بور ايه زيت ولا هون؟ ده مشوي رد ما قعدنا هنا النظر. وده بلاميط. بلاميط بتشوي شبك. بلاميط بتشوي شبك مشوي رد. كل واحد وحسب الطلب اللي هو عايزه والشغل بتاعه. امال ايه الحاجات اللي في الحلل دي؟ لا لسه لسه بتجهزها. احنا جايين بدري يعني. نورنا اي وقت. تسلم. قولي لنا بقى يعني السمكيه الكبيره دي ما شاء الله. اللي مشوي مفتوح واللي عايز مشوي مفتوح بيستحيل بره. كل واحد الطلب بتاعه. ده بولتي مشوي رده مقفول. مشوي رده مقفول وده؟ وده مشوي رده مفتوح. بتفتحه بقى وجبه؟ بتتحشى وكده. جميل. وده بطاطا. اسمه ايه؟ سمك بطاطا. بطاطا؟ ده الشبار الصغير. السمين. ان شاء الله. زيكم. تعالي بقى يا حاجه نقف تحت نكمل كلامنا بقى عند السمك. ده شكل السمك بعد ما بتشوي. طبق يفتح ليه. اهم حاجه النظافه. بس الناس بتطلب السمك بدري كده بيفطروا بيه. الناس بيحبوا يشتروا سمك والله. الشغل بدا عندنا بقى. يعني زي ما احنا شايفين كل بلد ليها عاداتها وتقاليدها، ولكن هنا في محافظة الدقهلية في ناس مزاجهم انهم يصحوا الصبح يفطروا سمك بس، ولا بيفطروا بقى سمك وكابوريا والحاجات التانية. كابوريا جاية وشرفوزي وكل ده. جميل. طيب يلا تعالي ننزل تحت بقى. زي ما احنا شايفين دي اسعار السمك هنا في محافظة الدقهلية، وكمان بارخص الاسعار. يعني هم بيبيعوا بمكسب قليل. بنكسب. لا التاجر الواعي يبيع رخيص يكسب كتير. مش هحط بكشين واقف اغني عليهم، لا بيع عربيه سمك وكسب. حلو. هنا ابو حمدي مركب الغلابه. الشبار بيبدا من 40 حلويات، وسمك ب 50، وسمك ب 60، وب 70 وب 80، والبياض ب 120. البياض ب 120. ما تقوليش انت بقى البياض ده مش كل الناس تعرفه. في ناس بتقول لك ايه سمكه البياض دي، امسكها كده ووريها لنا. كنت ببيع لكم الكلام بس يا عم ابو حمدي. ايوه بتعمل اي حاجه باذن الله. موجود جمال التجهيزات حلويات هنا والحمد لله. موجود شباب هتيجي معاه من الاول. ماشي عشان نختم هناك بقى. ده ب 80. السمك ابو 80 ده 4 في كيلو. والكبيره دي برضو ب 80. السمك كله جاي كده. السمك عندنا مش بالاحجام، يعني ممكن سمكه كده ما تجيبش السمك. ايه وزن السمكه دي؟ سمك ملح ولا حاجه طارده؟ ده 4 في الكيلو. اتعمل مقلي مشوي زيت وليمون سنجاري. اهم حاجه الفص بتاعه. ده كبار. كبار 100. الدرجه الثانيه من الفول. ده بيتعمل مشوي زيت وليمون سنجاري مشوي. انت الكبار على فكره بتقلل. ايوه. بتحب الحاجه سبينه البوري بتقلل. موجود بقى شبار ب 70. بصل طويل مشوي 5 حبات في الكيلو. شبار ب 60. ورينا البطروخ. ورينا البطروخ. كله مبطرخ بقى، كل السمك مبطرخ. احنا كده هنطلع البطاريخ كلها على السمك. كده هنطلع البطاريخ الناس هتاكل ايه؟ خلاص خلاص. حلويات. موجود جمبريات 300، وفي حاجه ب 450 وحاجه ب 480. موجود سمك مستورد، بطاطا ومكبس، في مرجان، حاجه هنا سمين، في سردين بلدي مستورد. بكام السردين؟ السردين جايه ب 70. تمام. الحاجه دي جايه باذن الله الضهر. سمك ابو حمدي فرع اللون. وبكده نكون وصلنا لختام اللايف بتاعنا. اشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه. كانت معكم نوال مجاهد، والى اللقاء.